انا عرفت ان هاني موجود في قناه الاهلي النهارده، فقلت طبعا ما اقدرش اعدي الفرصه دي غير لما اقول له كلمه واقول له حاجه من قلبي، يعني ان هو لاعب كبير يستاهل كل خير، راجل بيتعب في شغله، امين في شغله، غير ان هو اخويا وصاحبي. في الفتره اللي فاتت دي ربنا كرمه عشان كان بيتعب في وقت كبير، اداله حاجه كبيره في ماتشات كبيره في نهايه الدوري، هو يستاهل كل خير. بتمنى له التوفيق الفترة الجاية. كابتن محمد هاني بيقول له هاني من الشخصيات المحترمة واللي الناس كلها بتحبه، واللي طالع من الناشئين طالع لا عنده شخصية وراجل وما بيتخلش ما بيخلش في النادي الأهلي بمجهود خالص، لما بيطلب منه بيلعب بيبقى كويس، ولما بيطلب منه بيقعد ما عندوش اي مشاكل. فبتمنى له التوفيق، والفتره اللي فاتت ما شاء الله ماشي كويس، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يروح المنتخب ويبقى من احسن لاحسن ان شاء الله. منور قناه الاهلي بيتك طبعا، دي اول حاجه. تاني حاجه مبروك الدوري. هاني السنه دي عمل موسم كويس، عمل شغل كويس جدا، يمكن انا شايف ان افضل من المواسم السابقه، تواجد بشكل قوي جدا، كان ليه دور كبير جدا في فوزنا بالدوري، وفي نفس الوقت كمان لعب في افريقيا بشكل كويس، سواء افريقيا 2018 او اللي فاتت، كان ليه دور طبعا في يعني فوزنا بالدوري. بتمنى له التوفيق. هاني من الشخصيات المحترمه والشخصيات الكويسه جدا، لعيب بيتمرن بجد، لعيب محترف على طول، ملتزم. فانا بتمنى له التوفيق وان شاء الله مزيد من الانتصارات، انضم للمنتخب السنه دي، ولكن يعني ما صادفوش التوفيق ان هو يتواجد في القائمه النهائيه بتاعت امم افريقيا، لكن كان ليه تواجد في المنتخب في الفتره اللي قبليها. نتمنى له التوفيق، وان شاء الله السنه الجايه والمواسم القادمه ان شاء الله يبقى بيلعب دور كبير جدا في فوزنا بالبطولات، وايضا كمان يبقى عنده اكيد طموح الاحتراف ان شاء الله.